مرحبا، منطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج توب 10 الفن بتتابعوها على موقع الفن. منعرض من خلالها سباق أهم الإصدارات الفنية بلبنان والعالم العربي، والغنية اللي نالت أعلى نسبة مشاهدة على يوتيوب واللايف ستريمينج والتطبيقات الموسيقية والطلب على الإذاعات والتلفزيون. وهالأسبوع بتنضم 3 أغاني جداد لسباق التوب 10. بالمرتبة العاشرة بتنضم غنية جديدة وهي حلم للفنانة لطيفة اللي بلشت تحقق رواج كبير. أقبل الليل فحياه. بالمرتبة التاسعة كمان غنية جديدة بتنضم لسباق التوب 10 وهي ليلية للفنانة مايا دياب. وآخرتها طيب هز علي يلا رجعلي. بالمرتبة الثامنة غنية تقول تبغاني للفنانة أصالة اللي تقدمت هالأسبوع مرتبتين. أجيك لوني على الكوع. بالمرتبة السابعة غنية جديدة بتنضم لسباق التوب 10 وهي أنا الأقوى للفنانة رحمة رياض اللي عم تثبت قوتها كل مرة على الساحة الفنية. أنا روحك أنا قلبك أنا ماضيك والحاضر. بالمرتبة السابعة كمان غنية عيان للفنان وائل جسار اللي تقدمت هالأسبوع مرتبتين. أرجوك طمني عليا. لا 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 يا بالمرتبة السادسة غنية باي باي سنوية للفنان محمد رمضان اللي تقدمت مركز واحد هالأسبوع، فعم تحقق رواج كبير بين الجمهور. لو جبت 80% بسجارة منهم قاضوا عليا خربوها أولاد المؤذية. بالمرتبة الخامسة غنية فوضى للفنانة كارول سماحة اللي تقدمت مركز واحد، فكل أسبوع عم تحقق تقدم. فوضى فوضى حوالي عالم منا طبيعي. بالمرتبة الرابعة غنية أهياني للفنان سيف نبيل اللي تقدمت كمان مركز واحد هالأسبوع بسباق التوب 10. آه ويلي ويلي ويلي. بالمرتبة الثالثة غنية هيدي حبيبة قلبي للفنان زياد برجي اللي تقدمت مرتبة واحدة هالأسبوع، ونجاح الغنية منه غريب، فزياد معودنا دايما على التميز. ما في حدا قبل قدر يملكني سرني. بالمرتبة الثانية غنية ما بحبك للفنان حسين الجسمي اللي بعدها محافظة على مركزها. والغالي الوحد يرخص. أما بالمرتبة الأولى غنية معلش للفنانة ميريام فارس اللي تقدمت مرتبتين، فقدرت تكون بالصدارة، ومن إلا لميريام فارس مبروك وموفقة بكل أعمالها. سيدي ما بغيتش نكمل ما بغيتك إحدى. ولهون بتكون خلصت حلقتنا من برنامج توب 10 الفن. ملتقانا الأسبوع الجاي بنفس التوقيت، ولمزيد من الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.